عبد الرحيم مجد، منتج ومخرج من المملكة المغربية من شركة هاب برودكاستين. مشاركتنا في معرض محتوى 2016، احنا جينا نعرض مجموعة منتجات مغربية، منتجات اللي هي متنوعة، فيها دراما، فيها دوكيومنتري، فيها البرامج التلفزيونية، مجموعة أعمال اللي اشتغلنا عليها للتلفزيون المغربي، واحنا نحاول الآن أنه نسوقها للتلفزيونات العربية. أهمية المشاركة في نوع من هذه المعارض هو أن باستطاعتنا أن نسوق، نعرف بالمنتوج المغربي، خصوصا أنه في انفتاح الآن على النافذة المغربية، لأنه بحكم المغرب والمغرب العربي في إنتاجات دولية بتنتج في المغرب، بصفة أنه الموقع تاعه بيساعده على اللوكيشنات اللي هي موجودة. فقلنا لماذا لا الدول العربية، ولماذا لا المنتوجات العربية، خصوصا أنه نعرف أنه في إنتاجات درامية ضخمة بتنتج في العالم العربي. فبالتالي إحنا نحاول نجيب منتجين عشان نعمل إنتاجات مشتركة، سواء على مستوى الدراما أو على مستوى البرامج.